يا اهلا وسهلا بحضراتكم. انا بيتهيالي انا هرجع طبعا الجزئيه بتاعه النهائي السوبر الافريقي الاهلي نهضه بركان، بس خليني يعني انا قلت نقلا عن تصريحات المسؤولين في نهضه بركان، احنا بالنسبه لنا كاهلي احنا مبلغين رسميا ان المباراه هتكون في مصر، مش بالضروره في القاهره، يعني ممكن تتلعب في ملعب تاني، لكن المباراه هتكون في مصر وميعادها يوم 10. ده تم اختارنا بيه بشكل رسمي من قبل الاتحاد الافريقي، وبالتالي انا بس عرضت لحضراتكم وجهه نظر او تصريحات مسؤولي نهضه بركان. انا شايف طبعا انه يعني في حاجات ايجابيه كتير جدا في الموضوع ده وفي حاجات سلبيه. انا شايف انه طبعا يعني لعيبه الاهلي انا مقدر تماما حجم الارهاق وضغط المباريات، انت بتلعب ثلاث مباريات على بطولات كبيره جدا في اقل تقريبا من 14 يوم، وده طبعا مجهود شاق جدا. يعني تلعب نهائي افريقيا مع الزمالك، تخرج منه تلعب قبل نهائي ونهائي كاس ان شاء الله لو قدر لينا ان احنا نوصل للمباراه النهائيه، واللي غالبا برضو من المحتمل انها تكون قدام فريق الزمالك لو قدر يتخطى طلائع الجيش، وبعد كده تلعب نهائي سوبر افريقي مع نهضه بركان، كل ده في 15 يوم كتير كتير كتير، على الرغم انه في حاله معنويه عاليه جدا، معنوياتنا في السماء، واخدين بطوله افريقيا، لعبتنا فايقه، في يعني جرعه اكسجين كده اديتها الصفقات الجديده وعوده المعارين للنادي الاهلي، وبالتالي في اريحيه شويه. لكن على كل الاحوال هيتعرف الموضوع ده خلال ساعات.